مشاهدينا تتواصل لقاءات، ومعنا هنا احد اصدقاء الكابتن سعد بريك اللاعب الاتحادي المعروف، هنا الاستاذ عبد الهادي المطيري. اهلا بك استاذ عبد الهادي. اهلا وسهلا فيك. نتشرف بظهورك لاول مره عبر قناه خالد بازدان. اهلا وسهلا بك يا مرحبتين. كابتن عبد الهادي، انت من المتابعين ربما في المباراه الختاميه، حضرت الموسم الماضي ولهذا الموسم في هذه الدوره، ماذا تريد ان تتحدث عن بطوله سعد بريك التي بدات في اقبال الجماهير الان؟ والله الدور اللي بيقوم فيها سعد بريك دورة ناجحة بكل مقاييسها حقيقة، والدليل على ذلك أنها مستمرة لها، يعني هذه الدورة رقم 20، فهذا دليل على أن التنظيم جيد من قبل الكابتن سعد بريك، وهذا ما مستغرب على الكابتن سعد، كابتن له خبرة طويلة في الملاعب الرياضية. فالحضور الجماهيري الآن وحضورنا العام وقبل العام والسنة هذه المباراة الختامية يدل على أن الدورة منظمة جيدا، وفيه عدد الفرق اللي بتشارك في الدورة عدد كبير على ما عرفتنا من الكابتن سعد، هذا يدل على نجاح الدورة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق في الدورات القادمة. كابتن عبد الهادي، وأنت تشاهد هذه المواهب، كيف ترى الإمداد للأندية السعودية والكرة السعودية من خلال الاستفادة من هذه المواهب التي تلعب في حوارينا؟ والله المواهب في الأحياء حقيقة يعني يحتاجون على قولهم فيه الكشافين اللي بيمروا دائما في الدواري اللي زي كذا، في شباب ما شاء الله تبارك الله، أنا شفتهم في كذا حي وفي كذا دورة، في شباب ما شاء الله يبغى لهم العناية، يبغى لهم أحد يأخذهم مثلا يوصلهم إلى الأندية، لأنه أعتقد أن الأندية مقصرة في الجانب هذا في إرسال أحد من قبلهم للدورات اللي زي كذا عشان يختاروا اللعيبة اللي بالذات اللي كنت تحت سن 17 أو 18 عشان يكونوا دعامة ويكونوا أساس للأندية في مرحلة الناشئين ومرحلة الشباب ومرحلة الشباب. طبعا وإن شاء الله الشيء هذا نشوفه في الحاضر. معنا أستاذ أحمد مزيني، هو وكيل أحد مال اللاعبين وربما هو واحد من المختصين في هذا المجال، وربما عينه ترى لاعب باستطاعته أن يذهب لأحد الأندية. نتمنى ذلك والله، ونشكر على المجهود اللي رسالة الكابتن أحمد برضه. والله مشكور على المجهود اللي بيسويه وجيت ومتابعة المباراة الختامية صراحة نشكر عليها، إذا كان الهدف اختيار الشباب اللي سنهم صغير وتنميتهم وتوصيلهم للأندية، هذا شيء طيب يدعم الكرة السعودية بشكل عام. وأيضا نحن بدورنا نشكر أستاذ أحمد المزيني على هذا الجهد الكبير وعلى هذا الدعم الكبير لفئة غالية على قلوبنا، فئة الشباب، وأيضا نشكر أستاذ عبد الهادي المطيري الذي ظهر معنا لأول مرة هنا عبر قناة خالد بازدان وتحدث بحديث جميل بأن الكرة السعودية لديها العديد المواهب، فلربما نستفيد منها في المستقبل القريب بإذن الله. إذا مشاهدينا أكونوا معنا، ما زالت اللقاءات متواصلة هنا عبر قناة خالد بازدان، وما زلنا في حديث، الآن ننتقل لأحاديث الجماهير التي تحضر لنا في جنبات أرضية ملعب المباراة، كونوا معنا.